السلام عليكم الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده رياكسيون جديده لاولاد الكازو هبط لنا التراك الاول من الاي بي فيلينجز اللي استنيناه برشا فيلينجز فيلينج تعرف تجيبك شو اسمه تي في انا امور انجلش وانا طايح عليا هذاك الحبه السمر اللي عنده عرفته سبساب مامين حاسين الاولاد الالبوم هذا صارت فيه حاجه فريده من نوعها جدا اللي هو يتعدى في باتي في تونس كامله. اول مره را البوم موزيكا انا حتى في البرا را اول مره نسمع بها را في كازو را في العباد في ستوريات تقص في تيكيات باتي اي سينما داخله باتي مش تتفرج في البوم كازو برجوليه مش باتي اللي ياكلها هذه يا اخي عليه كثرت لي سير يعني سينما كانت مش كانت سينما ما حتى المشلوش ولا اسمه بوب كورن في بالك كي تمشي للباتي تاخذ بوب كورن معناها كنقول له اعطيني بشاوش يقولوا لي جبري يا متخلف صحيح ولا نضربك كيفاش تمشي للباتي انت تمشي للباتي وتاخذ مشلوش جراب ولا نضربك اسمه بوب كورن بليز والله قسما بالله توصل لحد الغد لحد المشلوش يقول له اعطيني بشلوش واحد يضحك علي خاطر قلت بشلوش نضرب جاي باتي شلوش اش خويا وفريكاسي مازال فريكاسي اسمه ليه عرش يا وشي غادي يجيب عسل الاولاد نمشيو نسمعوا كازو كنت نخاف عليه نمشيو نسمعوا كازو الاولاد 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 العباد اللي في المكنين وفي حواز المكنين وتسمع فينا كازو على مسرح الهواء الطلق نهار 11 ماي ونقول لك على خاطر معاه مومن يا برو فرقع لي السال حب الرسمي مومن ولد المكنين باش تسمعوا برشا الموضوع علاش بدو يتلوح فيه ليه الولاد حاسين والعباد اللي من المكنين اللي كازو بشي قصر عليه سيادة حفل لي الدنيا فرقع لي الدنيا نهار 11 الشهر هذا يعني ميزال 7 أيام حضر فلوسك حسنا كازو ليتس جو مامين ليتس جو تو تتذكر ربي يادي صاحبي ربي وعدنا نذكر فيك لو مش وادي انت شكون صاحبي انت شكون سامحني مشغول على الاقالي فوق قصد فيكم ربي قلنا كل شي هو وسلام لدور اصحابي جايني شكون انت شكون صاحبي انت شكون عود علينا وعلى لمتنا مازلت مبحاح شويه فرد يعني ملي قلت لكم الاولاد داك المرض وريت والله هذه تو عملت دنا غادي عملت بيد موفمون اما لا مادام مزلت كبريت باذن الله فما بيد موفمون تو شو اسمه فما بيد موفمون شنو بيد موفمون لا فو موفمون بالفرنسي وبيد باللونجلي محليك اسطوره انت في بالك انت اسطوره اي يا اخويا انت يا عوقه ما جايبها زبور وحق حقها زبور اعرف هذه مش ممثله هذه ممثله لحظه الصوت حسيته ناقص خويا على كليبات كازو برجوليه غمق رعب برجوليه رعب السيد هذا بروفيسيونيل ياسر يا ريت حي شوف يا اخونا نتفكر في تصاور فريدة وعيني يكره بحمر كي نغرق ونحب إنسان عمري ما نغزر العمر بلي نغرق عندي ملاحظة ونحب إنسان عمري ما نغزر العمر عندي ملاحظة صغيرة على الكادر هذا اللي في البيت هذا ما تحسش ما نشوفوش في مسلسلاتنا ولا في أفلامنا ولا في عناش أفلامنا خطر لازمهم بالكلمة الزايدة وتمشي تفرج عليهم في الباتي في الباتي كسمه كان القلب سكت نحكي لك شوف الكولارات حية محلها خلنا نسمع كازو فش قاعد يقول عمري ما نغزر العمر كان القلب سكت وكلام فضفض لساني احكي الكل غرامي مش متاع دوي ما تفكر وكان الكل وكنت غرامي مش متاع دوي اما نتفكر وكلنا الكل يا برو يا اخونا برو غرامي مش متاع دوي اما لبسني ووكلني وشربني خلى العباد تحبني قويه خلى العباد تسبني قويه تنخاف عليك من نار غلط لي خفت عليك من نار انا اللي حبيت من قلبي نهار شوف كي حبيت من قلبي صار يا فنان تسمع في الفايب حزينه من القرجومه من داخل
شبيك اخونا جبنا لام لام بحب نتوكشي لا اخونا انت شوف روحك شبدأوا شلطوا ايه شوف روحك قلت لك موزيكا وخدمة ليل قلت لي خدمة ما فيهش كي نتخيل وين ماشيين نقول لي كيفنا ما فميش نظافة تقول لي طريق طويل احرك بزنا ما وسنش انا نهار بعيد عليك حتى نية ما ننويهش وكنت انا نهار اللي بعيد عليك حتى نية ما ننويهش لا واسمع فينو حتى نية ما ننويهش برو حتى باش ننوي نبعد عليك ما ننويهاش نخاف عليك من نار غلط لي خافت عليك من نار انا اللي حبيت من قلبي نهار شوف كي حبيت من قلبي صار رسمكم حاجة لحظة ريت برو اصلا كي تحب من قلبك تركتوا لي ظلمة حاجة ثانية تذكروا كي قلت لكم الحساس يعني يسمينا كل واحد شنو سميناه انا سميته لكم الحساس كابتن ماجد تونس كابتن ماجد تونس شكون كابتن بسام اذكر كابتن ماجد شكون كابتن بسام ما عندناش واحد هكا اللي انا باش نسميه كابتن بسام كابتن بسام اللي انا باش نسميه كابتن بسام حتى يا اخويا لو كان قاعد نشوفه فيه قاعد يعمل في تكرار وحتى كان مش مقنعنا كود موزيكا ككاركتير وكانسان وكشخصيه بالرسم اللي عمره لا يقول لك يا برو سترايك مع انه ننساو رواحنا لا الولاد ما عندناش الجرامي ولا واخذين الاوسكار راهو في النقد الموسيقي يعني السيد هذا ساعات ننساو رواحنا نوليو فصوا فيهم ونوليو ندزوا في البيضه فباش نحكي لك فما عباد قوة شخصية فما حوايج مع الوقت ترسبكت عليهم انسان قبل يعني حتى كان انت ترى اغناه ما يعجبوش ترسبكتيه في شخصه كعبد شوف سبحان الله شوف لحظه بالله سبحان الله قبل ما يصير مثلا تلا حكاية الفارغة اللي قاعدة تصير متاع الذراري ربي يهدي العباد قبلها كنت مثلا كك اللي مكرز شوية علي علاش على خاطر ما تحسه كي يجي يحكي معك فما شوية إيجو كذا لكن كي تشوف الذراري فاش قاعدة تعمل والعفط فاش قاعدة كيش قاعد يصير ترجع وتراجع موقفك لازم يتبدل تعذر العباد تحس سبحان الله لكن عمره ما تاكس سترايك الكاستو يا برو الكاستو ما كلمة كان نهار كان نهار اللي تجاوزوا فكرها كان قصر على التراك جو بيه يا فاش نحكي لك معناه برو نكملوا بيه الناس الله يكبر كان الناس تعرف عليك من نار غلط لي خفت عليك من نار انا اللي حبيت من قلبي نهار شوف برو شنو هو نوع الموسيقى هذي شنو هو يا حبيب زقينج انت شنو هو هذا فاش تعملوا لنا اخوي ما هذا الفن الى حد اللحظة ما فماش نوع موسيقى ما نجمش تقول جاز بلوز صحيح ما ليجاتون ما لقيتوش فاب بوب صحيح تقول تدخل بموضوع جديد وحاجه جديده ايش نقول لك حاجه ما نعرفش شنو نسميها هذه بازي يسميها حاجه كيما احنا في المزود مثلا عندنا شو اسمه المواء في المزود بقول لك مواء بعد لي يربخ نحكي لك باز عنده باز عنده هذه تسميه لا ما تصورش تراك كامل لازم باش تخش في وقت من الاوقات ولي عشية معاك نظرنا ترك كامل برو السيد مغني لك دقيقة ونص كي حبيت من قلبي صار وكنت نخاف عليك من نار غلط لي خافت عليك من نار انا اللي حبيت من قلبي نهار شوف كي حبيت من قلبي صار داركم محكاو قبل ما راوني حكموا من باساجتي ليه دارك احكاو قبل ما راوني وحكموا من باساج تيلي يا خونا مع كل شيء تعاش ومستنيتش نسمع ليه بين حد فيهم ما رامني حبوا لك كل شيء كلهني شافوني خفيف فما نضيف ومانيش متاع السنة وكنت شافوني خفيف فما نضيف ومانيش متاع السنة شارجع تنخاف عليك من تعرف الرفراق قداش تعاود من مرة ذي الرابعة راه لا مش رفراق هي ودر كيفاش يا برو نوع موسيقى هذا ما نفهموش يا احنا اسمع واسكت اسمع واسكت برو حاجه جديده عليا جمله اني اربع مرات يتعاود الرفران يعطيك صوص بيران هكا ويعاود لك كنت نخاف غلط لي خافت عليك من نار انا اللي حبيت من قلبي نهار شوف كي حبيت من قلبي صار سألوش عنديش ما عنديش اما باز يوصل انساوها قالوا رابر خليه يعيش اما يحب بنيتي انساوها قالوا رابر خليه يعيش ربي عينه اما يا اخو بنتي تنساو هذي فهم يا اخونا لك تعمل في غلط وكيف مديت لي الدلوة والتا ونحسك الف مرة كيم حبتي اللي فيك شوية وهو كنت نخاف عليك منا طا ونحسها الف مرة كيم حبتي فيك
شوها اني متاكد فما ناس شوف في الغنيه هذه بده يمخطوا يمخطوا يدي يسمعوا يمخطوا الناس كل دبره مودني لحظه باش ما نكذبش لاحقاق الحق ريتك يبدا ستيل بتاع موسيقى مش في ذوقك يعني من قبل نقول مثلا ذوق الموسيقي اللي يخدم فيه كازو ما يتمشاش مع ذوقي مثلا هو والا نورد وشويات في معظم اغنياته فما إيه لي في بعض التراكات فما انا فما عباد سبحان الله يخدم لك تراك ماهوش في ذوقك الموسيقي ما نخطفش بيراد ريت البيراد اللي ركز معاك انت أنا انت تشيخ معاهم تشيخ معاهم الستيلات اللي ما يعجبونيش انت ولا تمشوش معايا انت فانت قاعد تلقف في بيران انا صدقني مانيش نسمع في بيران قاعد مركز معاه مع التكنيك وقت اللي يبدل برشا تكنيكات ولكن خاصه هذيك اللي قلت عليه الرفران اللي قاعد يتعاود بعدها كل مره يدخل لك في دخله قاعد تركز غادي كيفاش يدخل لك الدخله الجديده باش يلعب تكنيك مو فما كتيبه فما كتيبه انا قلت لك مباهمه معاك انت نسمع في كاس الخير خاصه تحل في الكليب شكو خاصه توحل في الكليب رايت كليب مزيان خاصه يضي برشا كل ريت انا اللي حبيت من قلبي شوف كي حبيت من قلبي صار عندك سري وعندي سرك انت وانا واحنا تيم ما غبناش عندي سري وعندي سرك انا وانت احلى تيم احلى تيم هاك سمعت انت تو لازم نركز شويه عندك سري وعندي سرك انت وانا واحنا تيم ما غبناش مره على بعضنا كنا انا وانت واحنا تيم ولا كيف عندك سري وعندي سرك انت وانا واحنا تيم ما غبناش مره واحلى تيم مش على بعضنا كنا ديما موجودين عملنا هبيل وعقدنا ديل تبنا كلام وسهرنا ليل نقصنا سويم وفينا كيل كملنا فليم تو انت وين وكنت نخاف عليك من نار غلط لي خفت عليك من نار أنا تسمع في البحر ياسر حزن يا برو انت شبيك يا اخونا اش تحطم العباد هكا اخونا شبيك يا صاحبي عاش الراجل اخونا جبد وري كلم على ستيكاني ولا كيفاش يعني تفرجت مره شفته سيرسان ما نعرفش شنو السن اللي طلع عليه معناها السن هاكا اول مره والا السن كبيره وقتها معناها كيما نقولوا احنا مهرجان دولي ولا فازه مزيانه فهمت وبكي محلاه الفازه قداش تمس فيها باش نحكي لك يعني سن تعب كازو راه وصل مهبط لك تراه قال لك نهد ونعمل وندير واعطيني حقي على حصان وصيف باش نحكي لك انا فات عليك شفت لعبت فاش قاعد تعيش اللي حبيت برو من قلبي نهار شوف كي حبيت من قلبي صار كنا مع بعضنا برشا لدرجة نسيت نعيش وحدي حكينا مع بعضنا برشا مع عينينا كنا مع بعضنا برشا لدرجة اني نسيت نعيش وحدي صرت احكي حبيت حقيقتي برشا اللي نضحك تتمنى نحتي ضحكت على محبه قبل وطوى حاسسها من صحتي وكنت الراف الدنيا بي وليت نخاف نعيش معاك كنت الراف الدنيا بيك وليت نخاف نعيش معاك بوش لاين وانت في الحب يا اخونا بوش لاين في الحب كتيبه قويه في الحب السيد عنده هذه قالت ايش ستيل وكاسح في الحب ريتهاش ريتهاش يا اخوي كنت نستنى نهار تجي تو ما عادش نحب الراك وكنت حبيب زكانك حبيب زكانك فار حبيب يلا ما عادش نحب الراك وكنت نخاف عليك من نار هي الفازة اللي يعمل فيها هيك في نفس الوقت تحسها مستفزة ونحسها مألوفة ونحسه يشدني عرفت كل كليب كامل هو يعمل هيك عرفت كل تحسها مألوفة الفازة ونحسها مستفزة عرفتها عرفت ما كل الناس في كليب بدي يعمل لك هيك في راسه هيك بدي يستفز فيه كليب كامل يعمل في نفس الفازة هو كي كليب كامل هو يعمل هيك ها هيك الحركة هذي ها حب الراك وكنت نخاف عليك من نار حتى هو قاعد راهو ركزت فيها تشدك زعما هذه نظن اني فمك الناس هكا اللي يقول لك لغه الجسد مقصوده صحيت مقصوده خطرها راهي تشد فيا ونحسها مستفزه ونحس روحي نحب نشوفه يعملها في نفس الوقت معناها نحسها يعني اللي فما ايكيب ورا الحركه هذه ماهيش ببلاش كي تشوف يعني الخدمه نتاع الكليب ومش غريب على كازوم ولا ماشي اول مره يعني قاعد ايكيب صحيحه قاعده تخدم في الكليبات نتاعو فبرو ممكن
فما حاجة صحيت خفت عليك من نار انا اللي حبيت من قلبي نهار شوف كي حبيت من قلبي صار وكنت نخاف عليك من نار غلبتلي خفت عليك من نار انا اللي حبيت من قلبي نهار شوف كي حبيت من قلبي صار مقصود ما يشي ما يشي مقصود ما يشي ارتجال ما يشي ارتجال صحيت ما يشي ايش كيف احنا اي 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 دي ترى برا اي غبت راب اه 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 اعمل اللي يجي برا لا ازي فم والله بس هذا الكادر يقعد فيه نمطية نوع من الحاجة المسترسلة يعني حاجة قاعدة تدور خطرودي جاء تحسها مسترسلة صحيح حتى الرفراك فيش قاعدة تعاول بس الكادر ما يتمغمش ما تمهشوش بيديك العاب تخليه واحد معاه فهم؟ كان وصلنا غادي حاجة مزيانة هذا أول تراك من اللي بي تعبنا هكا يا برو تعبنا رشوف لي بربي الإيكيب مالا مبعد كيفيش يا أخويا مالا مبعد كيفيش لازم بالرسمي شاراوت الإيكيب الكل عنا شكون هي هذا يا اسامه عزي اسامه عزي شكون هي هذا هذا ايدي ميسون سين ميسون سين ميسون سين ميز يا برو احمد سامي هذا اللي مركح الدنيا برو وكل كادروات وزين برودكسيون زين هو البرود نتاعو هو اخونا دي اها اسامه عزي مره اخرى اسامه عزي مره اخرى بروديكتور شكون هذا اسامه عزي شكون طلعش حبيب زجينج وسمعت نادر بوزيان دي فورش سامي بالك شنو يا اخونا شراط فورش سامي باش تعرف الاولاد يدي لسامي معناه يحب يقول لك رب حمروني بدنيا صالح ضيف يا اخويا بصحه البدان الاولاد صباح يا وين صباح اول هو هو عبي برود ضايع في زجينج في اللوت وكازم ما سكتش عليه حبيبي اني راهو غادي يا حبيبي راهو خويا ندي في النفوس اني راهو اما خويا ما سكتش علاش بكلوطه برشا حبيبي اللوطه حبيبي لا 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 شعر اللي هناك راهو اخونا والله شويه صح والله درك كيفاش خطا شي حاجه مختفط اسامه عزي اسمه تعاود برشا هاو فلاني شنو هي جرافيمي جرافيمي جرافيزي عملهم الكل اسامه اخويا شراوت اسامه عزي عملهم الكل السيد راه ايطالونا شكون عامر عمدوني وانا حتى اخي العمدوني مش اللي غني عنا في عنا العمدوني في المقيم نوجه له تحيه حتى اللي طالوناج اخويا خدمينه وانا صحه حسيلو اخونا انا ما سكتش عليه حبيب ولا العظيم خويا كملوا تو نرجعوا للتراك به اخويا الرجوليه رعب 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 ياسا يا كازو اول حاجه قلت مبروك اخونا مبروك المليون وصلت المليون ابوني قداش عندك مليون ما عندوش برشا ديجا هو من التراك الاخر وقتها سيبوه على البار التراكو التراكو نتاع اللوح حسيلو الاولاد ما تنساوش حداش مايل الاولاد فرقعها بالرسمي فرقعها حسيلو اي اي وكازو مرحبا بيك خويا حضرنا في المكنين مرحبا بيك منورتنا صاحبي باهي شنو نقول الى الله محمد رسول الله الفازه اللي عملتها عملها كازو الاولاد في راهي اول مره تصير بالرسمي يعني تقص وتدخل تتفرج في فيلم يعني مش فيلم كما قلنا في الباتي تدخل تتفرج في الالبوم حاجه محليه على الاخر ان شاء الله الرواه في برشا البومات ان شاء الله نشوفوا ناس تعمل في حاجه جديده كيما هيك في طاز كيما كازو ان شاء الله نشوفوا حاجه ارتستيك راقي ياسر برشا رقيه برو اليوم كي نتفرج في كليب كيما هذا وموسيقى كيما هذه ما نجم نقول شيء كان برشا رقيه برو هي راقي اليوم اني وقت اللي صاحبي باش يهزوا تليفون ناس من برا ولا باش نجي مع انسان من برا باش يقول لي شكون عندكم في تونس باش نسمي له اسامي وما نجمش نفوت كازو اليوم كازو اليوم يشرفني اني نطلع نحكي ونوري الخدمه هذه ونقول هاو اش عندنا في تونس والسين التونسيه هاو اش فيها والموسيقى التونسيه هاو اش فيها في اللي يعمل فيه كازو اليوم سواء في تراكو اللي فات سواء في تراكو هذا سواء نتوقع على البوم الكلي كي ماشي حاجه خرافيه كما هيك من السطروت الاسامي اللي ريناه لوطا في الديسكريبسيون تعرف اللي فما يكيب ورا السيد هذا ماهوش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشرة لا يكيب كامله اقل حاجه فما 20 اسم نشكركم وتشكروني وحبيت نقول كلمه معايا انا كي نشوف كليب كيما هيك وحتى الكليب اللي قبل بتاع هذا بتاع كازو نتفكر كلمة الجنجون وقت اللي قالوا عليها اش تعمل كليب 90 مليون قالوا جنجون
نحب باش نجي نخدم خدمه برا مع الناس اللي برا ويدخلوا يشوفوا شكون جنجون ويلاقوا الخدمه هاكي ما حاجتيش يا اخوي بالرسم التراك فولي هذاك يحس في نفسي على الاخر باش نحكي لك فكازو قاعد ماشي في ثنيه هاكي ديجا انه قاعد يهبط في كليبان وفي خدمه في النيفو يا برو تاع انك تقابل بها برا فاهم باش نحكي لك فما اخونا عباد ما خدمته ما تقابلش برا لكن خدمه كما بالرسمي حاجه أبار هذا الكل فما خدم يخدمهم الانسان اليوم باش يثبت روحه على سبيل المثال وقت اللي احنا عملنا الكادر البرا على وقت اللي جينا نعملوا تويتر علاش احنا ديما على سبيل المثال ما هو ديما مثل بروحك سوى خايب ولا بروحك نكل بروحك حاسيلو يعني وقت اللي عملنا الكادر والمصروف اللي صرفته على الكادر والتصوير والكاميراوات وقت شيء يعني لا بالرسمي الاولاد وقتها كانت خدمه هيكي متاكد لاني مش نطلع خاسر امور ماديات لكن كخدمه وكحاجه بروفيسيونيل باش نهبطها حاجه باش نوري للعباد بسعاده شنو نجم يعمل امكانيات بسيطه في الاخر البي سي ما نجمش يمنطش في الاخر من القوه نتاع الانتاج نتاع بسعاده البي سي ما نجمش يمنطش لعبت يا برو فهمتها يعني البي سي قوه عليه الفيديوهات الكاليتي صورنا لو 4K راه فما برشا ناس تطير بالرسم ناقصه الامكانيات والله فما يعني وقتها حبيت يعني حبيت نخرج من الكادر نتاع انساني رياكت يا برو في السبعينات راه فما شكون صنع هليكوبتر وبعث للدوله قال له ما اخوه يجي يشوف النموذج اللي صنعته وراه جربوا ناجح وبيطيروا بعثوا له المعتمد والحرس كسروا له روحه يعني فما ناس تصنع في تونس لكن الامكانيات ما فماش فنتحركوا باللي موجود الاولاد مش معناها نوقفوا نتحركوا باللي موجود راه ما عندكش عندك صحه بدنك وما تحرك حاسين الاولاد بسعاده 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 كي العاده تستحق اي حاجه غير الفلوس تنجم تعمل علينا تلف شفنا غنيه اخرى اخونا هذه كرهناها بيس تو تتذكر ربي يعدي صاحبي ربي وعدنا نذكر فيك راه مش وعدي انت شكون صاحبي انت شكون سامحني مشغول على التليفون قصد فيكم ربي قلنا كل شي هو وسلام لدور اصحابي جايني شكون انت شكون صاحبي انت شكون